Donc, à l'instant que nous avons un rapsis curvine, donc à la masse de la rapsis angulaire, c'est cet état. Ça va être un problème. Les coordonnées. Donc, on a les coordonnées cartésiennes. On a d'abord les coordonnées cartésiennes. Une coordonnée cartésienne, il y a quasiment les hdadiyat décartiers. Les hdadiyat décartiers, ça veut dire par rapport à x. Par rapport à x, y, chaque tu as x, chaque tu as y, منين في الدائره اللي عندي. C'est bon, madame Amzian, ياك. Ah, aussi. Donc là, on va faire un nouveau dispositif. Madame Sadi, nouveau dispositif, c'est style. Donc à l'instant, on a dit qu'on va faire les coordonnées. Les coordonnées cartésiennes. هنا كاسكو عندي البوان او سي ليسونسييل. هنا عندي هنا نعتبر بان نو زافون اي سي واحد لاكس سي لاكس اكس وهنا نعتبر بان عندي لاكس اي لاكس ايغري ايغري كالعاده قبيلات هنا سمينا ام زيرو وهنا البوان ام كمثال وخلاص هذا قبيلات هنا سمينا سي اس لي سرابسيس كوفيني وهذا سي لابسيس اون اونجولار سي تيتا مزيان اول حاجه غنعرف هما لي كوردوني كارتيزيان كوردوني كارتيزيان راهما اكس ايغري دونك كتسمي كوردون كارتيزيان خص نلقى اكس ها انت اكس باش نلقى اكس اش غندير نمشي للبوان ام غنسقطها على لاكس اكس سقطها عموديا لاكس اكس ماشي يعني غتكون بحال هذا الشكل يعني بحال اللي خدينا بحال هكا هذه البوان ام اللي عندي دون سوكا غنسقطها عموديا على لاكس اكس دونك هذا سي لاكس اكس وهذه سي البوان ام وهذه سي تيتا يعني نشوف دابا شنو بغيت انا هي السينيس ديال تيتا فوا هذاك لا ديستونس ما بين هذيك ما بين او و ديك اللي سقطنا لا 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 شويه مزيان هانتي دونك انا شنو بغيت انا بغيت اكس صافي دير يعني الي لاكس اكس خصني نشوف لاكس اكس اش كيجي لتيتا واش كوسينوس ولا سينوس واش محايد ولا وتر محايد ديال دونك بيان دونك عندي الكوسينوس يعني غتكون شنو غنضرب في الكوسينوس يعني غتكون دي سي ار اش كتسمى هاد المسافه هادي شنو سمينا حنا هاد المسافه هادي قلت ار دونك غتبقى عندي سي ار كوس تيتا تيتا سي بون وي وانا عاود ثاني في هاد لوكا ديال ام الا بغيت نسقط لاكس ايغري الا بغيت انا ايغري غنشوف هذا هو لاكس ايغري لاكس دابا كتهدي تيتا هنا الا كتهدي تيتا هنا فين غتكون عندي تيتا المقابله ليها غتكون في هاد الجهه الجهه الاخيره غتكون الجهه الاخرى الا مشيت نشوف تيتا اش كتجي لهاد ايغري كتجي سي سينيس دونك غتكون هي اغ فوا سين فوا سين تيتا صافا افيك اغ سي اون ديستونس يعني هي تفصل ما بين هي المسافه او او ام دونك سي ديستونس او ام صافا هنا دونك لي كوردوني كارتيزيان لي كوردوني كارتيزيان دو ام بيان اون فونكسيون دو اكس ايغري سونت فتحه على اكس est égal à r cos cos theta y est égal à si r sin theta avec r c'est une distance o o ça marche ça va très bien très bien مزيان ياك oui c'est انا نزيد واحده اخرى ثاني باش سي بون دونك انستون ندوز لحاجه اخرى هنا حاليا ندوز العلاقه دونك اون فوا لا غولاسيون كيولي دونك لا غولاسيون دونك انا كيولي كيولي انتر لابسيس كيوفيني مي بين لابسيس كيوفيني اي لابسيس انغولير لابس انغولير دونك كيما قلنا قبيله مركز كون عندي مثلا هذه الساكل اللي عندي هنا بحال الشكل قلنا بان نو صابون سي البوان ام زيرو هنا البوان ام قلنا بان هذا سي تنابسيس هنا سي هذا سي لابسيس اونغولير سي تيتا وهنا عندنا سي ام ام زيرو يعني شنو سمينا قلنا سمينا اس سيك العلاقه بيناتهم هنايا عندي ما بين من البوان او حتى الام زيرو عندي سي ار من البوان او حتى الام عندي لوغيون ار دونك مثلا عاوتاني لوغيون اتسيتا ياك نهار كنسمع هادي خصني نقول في بالي بان اس توجور كتساوي ار فوا تيتا خايب دونك هاد اس دائما تيقال ار فوا تيتا اش هذا شوف سيزيام ميكانيك ديال سيزيام
marche donc un s c'est égal à r fois theta. Morashi, donc il y a la relation, et c'est même la partie de Tania, donc on va la mettre dans cette halle-là. Snarfo, Tarfo, elle a la vitesse angulaire. On Tarfo, elle a la vitesse linéaire. Vitesse linéaire et angulaire. Voilà, on a la fin linéaire angulaire. Vitesse angulaire, ça veut dire bien un tel kabash sur Azza. Sur Azza, oui. Vitesse linéaire, il y a sur A. السرعة الخطية السرعة الزاوية باش كنا كنرمزو ليها كنرمزو ليها بأوميغا بحال الشكل أوميغا فيتيس لينيا باش كنرمزو ليها كنرمزو ليها في يعني الحرف الأول ديالها في فيتيس أونغولير جاي من لونغل أونغل كنا كنرمزو ليها باش أوميغا أوميغا سي بون دونك أنا دابا خصني نعقل بأن فيتيس أونغولير ديما أوميغا غير هنا غنغيرو المعنى ديال هاديك أوميغا نغيرو من المعنى ديالها وفي سي فيتيس لينيا يعني هي السرعة الخطية عادي فيتيس لينيير بروباغاسيون دي زوند يعني في لي زوند في الدرس ديال لي زوند كنا كنعرفوا بان في كتعطيك واحد العلاقه ديال دي سي ودي طاط صافي هاد دي هذيك كنا كنسميوها دونك هاد في هذه ديك كنا كنسميوها سي لا لونغور دوند نقولوا سي لاندا سيغ بلاصه ديال طاط كنا كنسميوها طو دونك كيقول لك جبد ديال لونغور دوند كتقول لاندا ايتيغال في واطو صافي اولا بلاصه ديك هاد في علاش كنديرو كندير لا سيريغيتي د لانيمي يعني كتولي سي فواطو كتولي السرعة ديال الضوء فواطو صماش دونك انا غادي سي لا فيتيس لينيغ هادي العلاقة ديالها الأولى ليسونسيال مزيان دونك هنايا نبغي نسيغي واحد نوفي ديسبوزيسيون سي بون دونك هنايا أول حاجة خصنا نعرفها هو لا فيتيس أونغولار La vitesse angulaire, on a quand même besoin d'oméga. Et oméga l'instant, on va se prendre une fois. Alors, on va prendre oméga. Pour la semaine dire oméga, tu veux que tu sois theta, theta point. C'est bon, il n'y a que ce moment. Oui. Il est quand même la vitesse, la dérivée de la. Très bien. Ou la dérivée de la, ou la dérivée de l'abscisse angulaire, ou la dérivée de theta par rapport au temps. ديفي ديال لي طاب بوا دونك سان تي طاب تي طاب انا غير باش تعرفي بان فيتيس اونغولير هي اللي كتسمى تي طاب بوا صافي وي بما ان كنديريفي لونغل بارابور او طون شنو سميتها فيتيس اونغولير والعلاقه عاوتاني كتجمع قلنا بان لا فيتيس قلنا عاوتاني قلت بان في كتساوي شحال كاين واحد العلاقه كتجمع بين لا فيتيس لينيير اوميغا و R دونك V كتساوي أوميغا فوا R V إيكالا أوميغا غادير بأنه V قلنا أوميغا في هاد الحالة هادي كتساوي دابا لانستون بلاص ما تكون أوميغا كتساوي تيتا بوان يعني تولي هي تيتا بوان فوا R سي بون دونك فيتيس لينيير كتولي هي تيتا بوان فوا R صافي تخي بيان وي حنا كنعرفو بأن S نقدر كاع نلقاو العلاقة من هنايا دونك أون سي كو نصيكو ان اس هنا كتساوي ار فوا تي ار فوا تي دونك هنا ندير لا ديريفي الا بغيت نلقى لا فورميل غندير لا ديريفي ديال هادي وندير لا ديريفي ديال هادي كتبقى عندي دي دو اس بابور تو كتساوي ديريفي ديال ار فوا تي تا بابور تو كنا خايف يعني دونك هنا تبقى عندي دي دو اس على دي دو تي ار كونستانت هنا ترجع براس تبقى عندي ار دي تو تي تا على دي دو تي شنو هو الديريفي ديال اس اس عباره عن ماذا عن مسا مسافه كونستانت يعني لا كونستانت الديريفي ديال المسافه اش كيعطيني الديريفي ديال المسافه كيعطيني لا فيتيس كيعطيني لا فيتيس بحال مثلا كتكون ديال مثلا او ام هنايا واحد الام كيدرس الديريفي ديال او ام بارابور او طون كتعطيني هذه سي لا سي الفيكتور فيتيس سي بون دونك هنايا هاد لا سيتان لا فيتيس كتساوي ار دي دو تيتا بار بوطون هادي راه كتعطيني تيتا تيتا بوان دونك كتعطيني سي ار تيتا بوان وهادي سي لا مي فيتيس اللي عندنا سي لا مي فورمول ديال لا فيتيس في كي تيكالا تيتا صافي سي بون وي لا فيتيس ديما الوحدة ديالها بالمتر بار سكوند بار سكوند اغ رايون دائما بالمتر تا
ثيتا بوان سي لا فيتيس اونغولير بالراديان على السكوند. واه راه كي مزيان في هذا الشيء. استاذ راه كرخاف للوطني صافي قرب لك الوطني بيت كتجمعي راسك صافي وما تخافش عليك انت دابا راه ضغط معايا دابا ليسونسيال ما تخافش عليك واخا هكاك استاذ راه كاين ريسك واحد شويه ماشي مشكل المهم انت دابا دايره شويه المهم انت راك دابا ماشي مزيان عاوتاني الا بغينا دابا انستون مورا هادشي كنا دابا تعرفنا على لافيتيس قلنا بان كتساوي ار فوا اوميغا تساوي دابا بان في كتساوي ار فوا تيتا بوان دابا الا بغينا انستون داكسيليراسيون اونغولير دونك بدل ما نقوي لافيتيس نحصلو على اكسيليراسيون الاكسيليراسيون سي سي ا مارش هو هذا ما يبقاش دابا سي تان اكسيليراسيون سي زعما من هاد الحالة ما نعتبروش سيستم اكسيليراسيون انا ما نعتبروش سيستم اكسيليراسيون اما ان نرمزو ليه زعما ب ا ما يبقاش ا الاكسيليراسيون في هاد الحالة يولي هو الديريفي ديال لا فيتيس اونغولار صافي دي يولي هو تيتا تيتا دو بوان ماشي يولي هو تيتا دو بوان فهاد الحالة الاكسيليراسيون يولي هو نفسو تيتا دو بوان سي بون بمعنى انه الا بغيت انا الاكسيليراسيون اش غتكون في تيتا ياك تيتا سي الديريفي او كاري ديال تيتا يعني ديريفي سكوند هذا كاري ثاني سكوند ديريفي الثاني يعني دو ديريفي بارابور طون سي بون هذا يكون ايكوال اكوا هذا هو نفسو ديريفي او كاري ديال اوميغا بارابور طون هو نفسو اللي كيعطيني ما نساش او كاري هنا هو نفسو اللي كيعطيني ديريفي ديال تيتا بارابور طون يا تيتا تيتا بوان ديريفي الاخر ديال تيتا بوان سي تيتا دو بوان يعني هنا كنقول بان الاكسيليراسيون ا كيولي هو تيتا دو Ça marche. Il y a de l'accélération, c'est de 2. Ça va très bien. Oui. Donc, il y a Donc, si on veut, par exemple, maintenant, si on veut, maintenant, il y a l'accélération. Si on veut l'accélération avec le référentiel de Frémy. Il y en a un drassol HSM, l'IF, Harris. روتاسيون يعني كدير واحد الموفمون دو روتاسيون موفمون دو روتاسيون اش كنستعملو كنستعملو واحد الريفيرونسيال واحد المرجع كيتسمى المرجع ديال الفريني يعني العكس ديال المرجع ديال غاليليا ماشي العكس ديال لو ريفيرونسيال غاليليا ريفيرونسيال غاليليا كنستعملوه في لي موفمون اللي كيكون جسم غادي نيشان يعني فوا ان بلون لي با نورمال يعني ان بلون هوريزونتال وكاين عندي ان بلون اكليني وهنا كنستعملو غاليليا ولكن فريني كنسمي ملي كتكون عندي لا روتاسيون دون سوليد سوليد غادي فواحد المنحى اللي هو دائري سي بون دونك انا نسمي ريفيرونسيال دو فريني لي ريفيرونسيال دو فريني اش كيقول ليا كيقول لي بانه لاكسيليراسيون اش كيساوي ليا كيساوي لي دائما واحد لاكسيليراسيون طونجونسييل سويفون واحد الفيكتور ديريكتور U زائد واحد لاكسيليراسيون نورمال سويفون واحد الفيكتور نورمال كيفاش هادشي الا جينا نرسمو مثلا نفترضوا بان السيستم ديالنا هو هذا طبعا السيستم ديالنا هو ما رسموش الدائره كامله نرسمو فقط واحد النص ونبينوا بان السيستم راه كيخضع للريفيرونس ديال الفريم دونك هنا نوزافو سي دي زاكس وهنا ندير شي لون اخر دونك نحطو هنايا لو بوين ام ديالنا سي بون نهار كنقول لك روبير دو فريني صافي دابا مثلا تعتبر بان المنحى ديال الحركه فين غادي راه غادي هو في الاتجاه يعني راه ام زيرو كانت عندي هنايا ولات ام شويه سيتا دونك الجسم فين غادي راه غادي في اتجاه عكس عقارب عكس عقارب الساعه صافي دونك انا الا بغيت انا نرسم لو روبير ديال فريني روبير ديال فريني راه الي روبيري باغ دو فيكتور يعني راه هنايا فيه جوج ديال الفيكتور فيه جوج ديال المتجهات نهار كنلقى بانه فيه جوج ديال المتجهات بمعنى انه خدام شحال من ديمونسيون فيه جوج ديال دو ديمونسيون دو دي دونك يعني في هذه الحاله كنرسم واحد لا طونجونت تما اتي شتي اتي هادي اتي سويفون هذا سويفون اي دونك هنا غتكون عندي واحد اي هاو الفيكتور ديريكتور كيكون طونجونسييل للسيركل افيك لو سونس ديال لو موفمون هنا في كاين عندي سيستم هنا كاين عندي في البوان ام سي بون دونك هنا كيكون دائما كندير واحد طونجونت يعني مماس للدائره اول مماس ديال الدائره
هذا هو كيتسمى الفيكتور ديريكتور ديال لا روبار دو فريني دون سوق. وهاد الفيكتور ديريكتور راه هو لي سويفون اتي، يعني اتي ما كنكتبوش هنا، خاصنا نكتبو لي فيكتور. صافي تري بيان. وي وهنا في هاد لابارتي هادي انا كتسمي فيكتور نورمال، يعني كتسمي مثلا شي حاجه في فيكتور فيكتور تري بيان، فيكتور نورمال يعني عمودي، دونك شي حاجه اوتودونال، شي حاجه اوتونومي. دونك يعني في هاد الحاله يعني ان في ناس تكون عندي ان هادي غتكون عندي، دونك الناس تكون عندي هادي هي تكون عندي هادي يعني سي بون. وهادي اللي غتكون عندي الوسط، دونك انا مثلا ملي كيكون عندي جوج ديال لي بارتي بحال شكل، مثلا كتكون عندي هنا اكس وهنا كتكون عندي واي، دونك الا بغيت انا التوتال ديالهم اش كندير؟ كنمشي للوسط. الا بغيت التوتال ديالهم كنمشي للوسط، يعني هنا غتكون عندي اكس بلس بلس واي، دونك الا بغيت التوتال ديالهم كنمشي للوسط. يعني حتى هنايا التوتال ديال ان مع او اش كيعطيني؟ كيعطيني لاكسيليراسيون توتال. هاد لاكسيليراسيون توتال هو اللي كنقلبوا عليه هنا، شتي؟ هو هذا اللي كنقلبوا عليه. واش هو سكي طولينا السؤال كيقول لنا حسبوا لنا لاكسيليراسيون بداك بفيكتور فرين، زعما لا ريفيرونس ديال فرين، واخا خصك انت تستنتجيها. كيقول حسب لاكسيليراسيون، يعني غتقول لي دابري لو ريفيرونس ديال فريني غترسمي لهم دوك لي بارتي، تقول لهم ها هي ا تي شنو كتساوي، ا ان اش كتساوي ديريكتوم. انا نعطيك دابا شحال كتساوي، حيت حنا شنو قلت لك راه هنا في سيستيم، سيستيم راه كاين موفمون دو روتاسيون. طول ما عندك موفمون دو روتاسيون جامي غتستعملي روبير دو غاليه، تمارش روبير غاليه ما عمرو غادي يكون. دونك قلنا بانه لاكسيليراسيون في هذه الحاله قلنا كيساوي هو ا تي سوفون اي، يعني كيتسمى لاكسيليراسيون طونجونسيال زائد ا ان، يعني لاكسيليراسيون نورمال فيكتور نورمال، يعني سويفون فيكتور نورمال. هنا قلنا هنا قلنا ا تي كيتسمى لاكسيليراسيون طونجونت، اكسيليراسيون طونجونسيال اش كيساوي لاكسيليراسيون؟ لاكسيليراسيون كنعرفو هو دريفي ديال لافيتيس، يعني كيساوي دريفي ديال لافيتيس بارابور صافي. وي شحال لافيتيس هادي كبيرة؟ شحال لقينا؟ لقينا بأن لافيتيس كبيرة سيدي كالا ار فوا تيتا تيتا بوان، فهمتي؟ في كتساوي ار فوا أوميغا ار فوا تيتا تيتا بوان، يعني لافيتيس دابا نعوضها باش بدا ار تيتا بوان، يعني تولي هي الديريفي ديال ار تيتا بوان بابور طون، يعني أن أكسيليراسيون طونجونسيال تخي بيان ار فوا تيتا دو بوان. دونك أنت لقيتي دابا أكسيليراسيون طونجونسيال صافي سويفون اي، دونك غتبقى عندك ار تيتا دو بوان سويفون اي. لو بقات لي ا ان يعني كيتسمى سيلاكسيلاسيون نو اكسيلاسيون نورمال، الاكسيلاسيون نورمال في الوضع نيوتن كنا شفناه كيساوي سي في او كاري على ار لوغيون، ماشي في الوضع نيوتن كنا شفنا كيساوي سي في او كاري على ار، يعني كيساوي لا فيتيس او كاري على ار. لا فيتيس في هاد الحاله قلنا كتساوي ار تيتا بوان مع او كاري، يعني غتبقى عندي سي ار تيتا بوان كول او كاري مقسوم على ار، هنا تبقى عندي راه هي اغ او كاري تيتا بوان كاري ثم على اغ، نختزل الاغ مع اغ تبقى عندي اغ تيتا بوان او كاري. دونك لاكسيليراسيون يعني لاكسيليراسيون نورمال دونك يعطيني هي ار تيتا بوان كول او كاري سي بون. دونك هنايا نمسح لك هاد لابارتي، دونك سيتادير شاس كاع شفت لك لا بارتي ياك؟ اه سي شي مشكل رجعت لك دابا ولا لا؟ مازال سي واخا انا نعاود بارطاج دابا. اه دابا رجعت مزيان، دابا كتبروك شويه مره مره. دونك انا قلنا بان v فوا r فوا كوم موين فاس دو تخا، دونك قلنا بان دو سوكا ان ايتيغال كوا شحال قلنا؟ ايتيغال r فوا تيتا تيتا بوان كاري صافي مزيان. دونك هنا نقول لك اكسيليراسيون توتال اللي كان كيساوي لي ا تي سويفون اي زائد ا دو ان سويفون سي بون. دونك هنا ا دو تي شكون كتساوي ا دو تي فهاد الحاجه؟ لقينا قبيله سي ار فوا تيتا دو بوان ان تيتا دو بوان سويفون
سيبون بي زائد أ دو إن، أ دو إن هي إر تيتا بوان كاري سيبون إن سيبون إن، دونك هادي في لاكسيليراسيون. دابا إلا بغيت لاكسيليراسيون يعني نورمال يعني أ يعني سون فيكتور يعني تقران دي، دونك كنحيد الفيكتور كنحيد ما إي وكنحيد ما حتى إم يعني تقران دي إر تيتا دو بوان زائد إر تيتا بوان تيتا بوان كاري. Il nous prend un R facteur θ de point Z θ θ point θ point carré. Donc là, c'est l'accélération. Ça vient de bien. Vous avez fait la racine? Il y a la racine. يكفاش كنحيدو دوك لي فيكتور كنديرو غاسين ديال هذيك اللي اسم او كاري زائد الغاسين ديال او. لا 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 هذيك كنديرها في حاله انه ما عنديش لي فيكتور، انا راه عندي لي فيكتور ان شتيها، راه عندي واحد الفيكتور سويفون واحد الفيكتور نورمال وهنا عندي سويفون واحد الفيكتور اي، هذاك اسمه فيكتور ديريكتور مع الفيكتور نورمال هما اللي كيعطيوني هاد الفيكتور هذا ديال الاكسيليراسيون شتيه، يعني كون ما كانوش هادو عادي كنت عندي الغاسين، لكن عندي هادو يعني ملي غنحيد الفيكتور غيتحيدو غير هادو. داكوغ صافي لو انا ما كانش هادو اي عندي الغاسي عندك الصح، لانه الفيكتور اوبليغاتوار خصنا نرضى مسافه بحال نرضى واحد القيمه عدديه صافي. دونك هنايا رانستون تري بيان تمام. انا دابا ياك هذا هو راك سيلاسيون تو طلبه خلي اكس بيها حول اكس بيها شي كنكتب فيهم نفس القواعد اولا خليتها للاخر ان شاء الله غادي نصيفط لك البي دي اف هذا واخا نفسه دابا شنج ما لاش كان في بي دي اف الاخر انا نعطيه لك. شنو درتي الماط؟ راه شويه الماط مزيان الاساس دابا لي نوم كومبلكس فاش دابا كنخدم فيهم حيت عندي الفرد قريب. شكون شنو عندك بعدا في الماط؟ الاستاذه زعما شكون اللي كيقريني؟ شكون كيقرا لك الماط؟ وفاء. ايوا ما شفتيش عشتني نسيت تموتي وراه صافا النقاط عندها زعما كي الروز داكشي مشتت كي الروز اللي زعما تمازيغ خسر تزكار النقاط ياك ما مشيتيش للقلموس؟ لا مازال حتى للصيف تنشد الباك. مزيان سير نرجعو دابا لي تيب دو موفمون الماط خلاص غنبداو ان شاء الله. الا عندك مشكل في الماط ولا شي حاجه غنحاول ندير معاك دي غابيل، ولكن يستحسن نخدمو لي زامان ناسيونو ياك. استاذ الامتحانات الوطنيه نخدمو معاك ونوريك دي تكنيك يعني طرق باش تجاوب به، حتى الفيزيك كذلك نوريك الطرق باش دائما تلقاي الجواب ماشي بقا تعصري دماغك وما تلقايش لا ريبونس. واخا دابا لا بارتي الثانيه اون دو فير لي تيب دو موفمون دو روتاسيون. لقيتي عقلتي على اسماعيل ياك؟ اسماعيل اللي كان كيقرا معايا العام فايت واحد الدري سميتو اسماعيل كان دار معاك السويع في سبينوزا. واحد الدري مسكين كان بكاو هذاك النهار عقلت عليه شنو داروا ليه؟ ما عرفتش بقاو كيتنمر واحد الدري بقى كيتنمر عليه على ود شويه مسكين عقلو هكا ثقيل وبدا كيبكي مسكين. ايوا هذاك راه كان عندي دابا شي شهرين هذيك شهرين وكيدير معايا ليسيونس ديستونس بحال هكا باقي كيديرهم اوساد باقي كيديرهم غير اليوم كان قلت ليه كيفاش قال لي استاذ صافي انا غادي نحبس كاع القرايه كاع مسكين صافي ما رجع شي حاجه والله. دابا هو ما ضامنش فهمتي ما كانش كيراجع كاع اش قال لي سمسيلي داك النهار كان بقى فينا حيت بقى كيتنمر عليه واحد الدري واخا بقى قال لي استاذ ما دياش فيهم وادي وادي كاين هو صافي هو يمشي من تما مابقيناش شناه. ما عندك ما ديري خليه دابا خصو يجمع راسو شويه ماشي داش يضر ميسين خصو يجمع راسو شويه بصح هسه. دونك هنا غنوصلو لبارتي الثانية سي تيب دو موفمون دو روتاسيون انواع ديال الحركة ديال لا روتاسيون. دونك غيكون عندي جوج الانواع حنا كنعرفو روتاسيون ديال لابارتي ديال اونيفور يعني كتكون عندي روتاسيون اونيفور وكتكون عندي خلاص موفمون دو روتاسيون اونيفورمومون فاري اونيفورمومون فاري. دونك نهار كنسمع اي وحده من هادي شنو المعنى ديالها؟ انا كنسمع روتاسيون اونيفورم يعني بالضبط كيهمني كتهمني هاد اونيفورم هادي
هناك اسم يونيفورم دونك يقول لي بان الفيتيس اي كونستانت، يعني الاكسيليراسيون شحال يكون كيعطيني؟ زيرو ولا كيعطيني فيكتوري ولا زيرو. هناك الاكسيليراسيون هنا صبر ربع تيكالا زيرو صمر، لان هنا كنقول موفمون يونيفورم فاري صافي دير بان الاكسيليراسيون هو لي كون لي كونستانت صمر، الاكسيليراسيون كيبقى كونستانت الحاله دي موفمون يونيفورم فاري. دونك اون فوا سوبريمي هاد لابارتي كاملة اونكور. دونك هنايا نرجعو لكانوفو. دونك نهار كتكون عندي مثلا لاغوطاسيون، دونك اول حالة نتخيطيوها سي لاغوطاسيون لو بوا يونيفورم. دونك يونيفورم قلنا بان لا فيتيس دوا تيتر كونستونت. اول حاجة غتعملي في هاد لي سيدو موفمون هي ليكواسيون اوغيغ، يعني في كل حالة خصني نعرف المعادلة الزمنية. دونك ليكواسيون او اوغيغ، دونك المعادلة الزمنية هنايا ديال هاد الموفمون هادي اللي هي روتاسيون انيفورم. المعادلة الزمنية نهار كنلقى روتاسيون انيفورم هادي اللي شفتو في سيزيام، اللي هي انه كتبقى عندك لا فيت لا فورمول دو تيتا، يعني اون فونكسيون دو لابسكوفي تيتا غتكون انتيغرال سي اوميغا فوا تي بلوس تيتا تيتا زيرو. فماش دونك انا سبان تيتا كتساوي اوميغا فوا تي بلوس تيتا زيرو. اوميغا هنا كنعتبروها سي بان اوميغا كتساوي لسي تيتا تيتا بوان دون سو كا، يعني سي لا ديريفي ديال تيتا باغ بو طون. وهنا تيتا زيرو كيتسمى سي لابسيس ا لوريجين، سابي سي لابسيس ا لوريجين يكون معطش. لا اوميغا با لاكسيلاسيون، لاكسيلاسيون كنقولو غاما. لاكسيلاسيون قلنا تتكون عندك تيتا دو بوان، ما عنديش تيتا دو بوان، عندي تيتا بوان فقط، صافي دير بان سي ساجي دو لافيتيس اونغولار. دونك هنا تيتا كتساوي سي اوميغا فوا تي بلوس تيتا زيرو، هي اللي غنسميوها سي تيتا كتساوي تيتا بوان تي بلوس تيتا تيتا زيرو. نعم بعض الحين كيقول لك مثلا جبد ليا تيتا زيرو، ياك حنايا كنا تعرفنا على ان اس كتساوي ار فوا تي فوا تيتا، ياك يعني هنايا الا بغيت تيتا زيرو واش غندير؟ تولي هنا اس زيرو كتساوي ار تيتا تيتا زيرو، يعني هنايا الا بغيت تيتا زيرو هاد ار هادا نرجع باش تولي تولي اسمع تولي سي اس زيرو على اس زيرو اس زيرو بالضبط، يعني هذا كيتسمى لابسيس كورفيني وقتاش ا الوريجين. دونك تا هو خصو يتعطى ليك سونو سي لانستون تي ايكالا زيرو، دونك الوريجين كيعني بي سي لانستون تي ايكالا زيرو. صافي تخي بيان مزيان، يعني اللي غيهمني في الغوطاسيون اونيفورم هو ان تيتا كتساوي سي تيتا بوان تي بلوس تيتا تا زيرو، يعني هادي كتسمى سي ليكواسيون ليكواسيون اوغيغ في لوكا dans le cas du mouvement uniforme. Marche. Vas-y. On veut le dispositif. Ça va bien marche. Donc, il y a l'instant. كذلك, هنا دابا الى بغينا le mouvement de rotation. يبقى لك مزيان دابا ياك موفمون دو روتاسيون حالة ديال اونيفورميمون فاري، قلنا هادي كتعني بانه كيكون عندي لاكسيليراسيون كونستون، يعني ساجي كو ان لاكسيليراسيون كيبقى عندي اون فورم كونستونت. دونك ملي كيكون عندي لاكسيليراسيون دو فورم كونستونت خصني اول حاجة نعرفها سي ليكواسيون اوغيغ. دونك سون ليكواسيون اوغيغ s'écrit sous la forme et aimer l'équation en vrai. Qu'est-ce que c'est l'équation en vrai? L'équation en vrai, on s'en va. L'équation en vrai, c'est pas un des états. C'est où elle est juge theta de point t carré plus theta point fois t. C'est theta point 0, on est ici theta point à l'origine fois t plus theta point à bien theta 0 à l'origine. Ça marche. دونك غادي نسميها واحد لوغولاسيون انا نحتاجها من بعد، غادي نسميو مثلا واحد نسميها لوغولاسيون واحد، نسميها لوغولاسيون الاولى حتى نحتاجها من بعد. سي بون، هنا قلنا بان تيتا بوان
theta point 0, c'est la vitesse angulaire octage à l'origine. Donc c'est la vitesse angulaire donc à l'origine. Et ça veut dire at est égal à 0, t est égal à 0. Ça va très bien. Oui. Il a pris une autre l'équation de la vitesse angulaire. Donc l'équation de la vitesse angulaire. كيفاش نقدر نلقى ليكواسيون د لافيتيس اونغولار اولا شنو هي حيت خصنا نعقل على شي مزيان ليكواسيون د لافيتيس اونغولار سافو دير كوا غاتبقى عندي تيتا شنو هي لافيتيس اونغولار هي تيتا بوان تيتا بوان اش كتساوي ليا كتساوي سي تيتا دو بوان فوا تي بليس تيتا تيتا زيرو يعني كتساوي سي لاكسيليراسيون يعني تيتا بوان كتساوي لافيتيس اونغولار الا قلتي اوميغا كتساوي لاكسيليراسيون اكسيليراسيون فوا تي بلس تيتا بلس تيتا زير هنا غادي نحيدو هادي نمشيوها دونك كونسيرفي نرجع تاني لانستون Donc, on a l'équation envers, c'est θ point est égal à θ de point t plus θ, θ 0. C'est bon. Donc, il y a, on définit. Monsieur Brahm, qu'est-ce que c'est ça? Monsieur, tu as obtenu? Ah. Je vais conserver. D'abord, il y a un place à la place. كنت خدام واحد لوجيسيل اخر وكيكي دابا طلع لك كتخدم واحد لوجيسيل اخر وكيكي كون ثقيل شويه حيت تو قلت زعما نخدم بهذا بان لي هذا شويه ما دونك قلنا بان ليكواسيون د لافيتيس اونغولار سي تيتا بوان سي تيتا بوان تيغرا تيتا دو بوان تي بلس تيتا تيتا زيرو اون ديفيني بان في هاد الحاله شنو بغينا نحاول مثلا نجبد هنا واحد لابارتي كتسمى سابيل تي جبد تي من هنا هاد علاقه نجبد تي دونك الا بغيت نجبد انا تي هنا شغندير اون تيتا زيرو نرجع نشوف ولا تيتا 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 بوان تيتا زيرو تيغرا تيتا دو بوان فوا تي الا بغيت انا تي في الحالة هي تي بوان موان تيتا زيرو على تي على مقسومة على كلشي على تي دو بوان تيتا تيتا دو بوان اش غنديرو في هاد الحالة هادي دابا غنمشي دابا لقيت ليكواسيون ليكواسيون دافيتيس اونغولار غنمشي دابا هاد العلاقة ديال تي اللي لقيتها غنعوضها فين واحد غادي نسميها مثلا جوج غادي نسميها واحد يعني اون بلاس دون اون بلاس دو دون دون ان اي اون اوبس يعني نغومبلاسي ونشوف شحال نلقى نحاول نرجع لاكوي نوفيل مزيان سير سير طيب دونك وقلنا بانه لانستون اللي غنعوضو تولي تيتا دونك قلنا قبيلات بان تيتا تيكرا كومبيان تيتا كتساوي واحد على جوج واحد على جوج تيتا دو بوان تي زائد تيتا بوان زيرو فوا تي تيتا تي او كاري بون تيتا بوان زيرو تيتا بوان زيرو تي بلس تيتا تيتا زيرو قلنا بانه تي لقيناها كتساوي سي تيتا بون سي تيتا بوان موان تيتا زيرو سيو تيتا دو ان جو فو رومبلاسي هنا تي تبقى عندي هي واحد على جوج تيتا دو بوان سي بون تيتا بوان موان تيتا زيرو سيو تيتا دو بوان او كاري بلوس تيتا تيتا زيرو بيان انا ما نساش او كاري تيتا زيرو بوان في تي اللي هي تيتا بوان موان تيتا زيرو سيو تيتا دو بوان بلس تيتا زيرو دابا لانستو واش غندير غنحاول ما امكن انا نبسط لي كالكيلاتور نعطي تيتا دو بوان هنا تبقى عندي واحد على جوج تيتا دو بوان هنا تبقى عندي سي تيتا بوان موان تيتا زيرو كل او كاري مقسوم على تيتا دو بوان او كاري كنا قسمت عليهم او كاري بلس نعطي تيتا بوان زيرو ونحاول نشرحها تبقى عندي سي تيتا تيتا بوان زيرو موان تيتا بوان زيرو او كاري مقسوم على تيتا دو دو بوان بلس كوا بلس تيتا تيتا زيرو غتبقى عندنا كوغ هاد ان دومي تيكالا تيتا
بوان او كاري دونك هي تيتا بوان مع تيتا بوان سوا اليمينا اش غنبقى عندي الفوق غتبقى عندي سي تيتا بوان موان تيتا زيرو سيو تيتا تيتا بوان سيو دو منساش الجوج هادي سي دو و تيتا دو بوان سي بون بلوس تيتا تيتا بوان سي بون بلوس تيتا بوان تيتا بوان زيرو موان تيتا بوان زيرو كاري مقسوم على تيتا دو بوان بلوس تيتا تيتا زيرو في لو كالكول ديالنا هنايا لانستون منساش انو زافون اي سان كاري نحاول كذلك نلقى اون نوتر باغتي دونك انا نحاول عاوتاني ندير اون نوفيل ديبوزيسيون مزيان دونك هنايا غنرجعو هنايا الى كملنا الكالكول ديالنا نلقاو بان في الاخر جوج تيتا دو بوان ياك عامل تيتا موان تيتا زيرو كتساوي سي تيتا دو بوان موان تيتا بوان زيرو كار يعني في الاخر هنا نحتاجو على واحد ليكواسيون او غتكملي بنفس لي كالكول ديالك يعني تلقى واحد بارتي صمارش هاد لاغولاسيون هادي اش كنسميوها دونك هادي سابيل لاغولاسيون وهادي ضروري خصك تعقلي عليها مزيان لانه كيكون مطلوب في التمرين تجي دغيا مثلا تمونطخيها بحال هكاك غتقولي بان لاغولاسيون كاركتيريستيك دو موفمون يعني كتسمى هي المعادلة المميزة للحركة باللغة العربية كتسمى المعادلة المميزة للحركة طيب مزيان دونك جوج تيتا دو بوان عامل تيتا موان تيتا زيرو كتساوي تيتا دو بوان موان تيتا بوان زيرو كل او كار سي لا غولاسيون كاركتيرستيك دي موفمون تخي بيان ياك راه هادشي هو اللي مهم راه الدرس هو هذا يعني راه الا فهمتي لي زيليمون هذا هو الدرس بقى لنا دابا واحد لابارتي يعني بسيطة أنكو دونك هاد لابارتي إل سوغا دونك أنا غنحاولو نحتاجو واحد لابارتي اللي نعتبرو بأن سي لابارتي كاتخيم يعني كتسمى سو برانسيب فوندامونتال دو لا ديناميك برانسيب فوندامونتال وهاد العام عادي ما بغيتي تجيبي شي نوت صراحة طلع إن شاء الله زيري راسك وموتي عاوتاني مات ما تلقيش الاعذار الانسان هو اللي ما خصوش يلقى الاعذار كنحاول والله وصلت كنحاول ندير الماكس ديال الجهد اللي كاين عارف كاد خدمي ولكن دائما عرفي الطريقه باش تخدم المشكل في الطريقه ماشي في كثره الخدمه كنخاف يوقع لي عاوتاني بحال العام الفايت لا لا انت دوزتي ليكسبيرونس يعني الا كنتي خايفه جميع حوايجك Donc, on a le principe fondamental de la dynamique. Donc, on a ce qu'on appelle les FPFD. Quand on faisait les P, on a ce P, j'ai le principe fondamental F. Pour la dynamique, c'est le premier lettre de la dynamique, c'est D. Là, qu'est-ce que c'est le premier principe de la dynamique? Il y a un tabac qui est caméra. Ça marche? Il y a un tabac qui est caméra, obligatoire. Et il y a un tabac qui est le principe. Est-ce qu'il y a un principe? Qui est le principe? La somme de la la somme des moments de les forces extérieures très bien par rapport au x delta qui s'est qui s'est le moment d'inertie g delta fois quoi fois theta de point et ça veut dire fois l'accélération et que tenir c'est l'accélération je me disais dessus je te souhaite dessus salina le mécanique salina واي اللي راه سايت الميكانيك صافي حنا ساهلين الله يلا برافو عليكم المهم غدا ان شاء الله نسالي انا وياك الميكانيك ان شاء الله غدا ان شاء الله نسالي راه معنا الطياره وا مارو وحمو مولاي عندكم عندنا احمو علي راه ماشي طياره هذاك راه مركب الفرفاره عندي واحد القسم انا ديال سيزيام ما عرفتش فين نوصل معاه كاع مشطار اليوم دوزوني تاع سيزيام دوزو الباء دوزو الفرد ديالو كيخربق هذاك مسكين صافي شرف والله دونك انا جيت تاع الفرد ديالو الجمعه كنت كتقرا معاك سلمى سلمى واحد البنت سميتها سلمى الهبوب اييه خلاص معاك كان الا كتقرا في القسم الاخر هي حيت راه كانت عندي واحد الشهر
مشات انتقلت للبريفي. مابقاش في الاقسام في القسم الاخر. اوكي ناسي قلنا بان جي ديال طاس المومون دينيرسي سي بون. المومون دينيرسي دائما كيكون اون فونكسيون اون كيلوغرام في المتر متر كاري. واش دونك يعني كيكون الكيلوغرام في متر كاري هذا بالنسبة للمومون دينيرسي. وبالنسبة للتيتا دو بوان قلنا يساجي لاكسيلاسيون دونك هادي يساجي يساجي لاكسيلاسيون. لاكسيلاسيون خلاص عرفنا الوحدة ديالها شحال الوحدة ديال لاكسيلاسيون هي المتر على سكوند او كاري. تري بيان متر على سكوند او كاري تري بيان برافو. شحال شتي الفيزيك العام اللي فات؟ العام فات 10.50 شحال؟ 10.50 مزيانة هاد العام ان شاء الله تجي في تجي بي واحد 18 و 19 ان شاء الله ما نخافش عليك. طيب دونك هنايا لانستون قلنا هنايا بابور العلاقة ديالنا ديال برانسيب فوندامونتال نهار كتكون عندي واضح يعني مثلا لقيت انا تيتا دو بوان لقيت انا تيتا دو بوان كتساوي زيرو كمثال انا عطيتك بان اش كنقول كنقول بان لو موفمون مالها اي اونيفورم هاي دونك كنلقى بان لاكسيليراسيون ايتيغال ا زيرو صافي ديما علاش مومون انفورم حيت ملي كيجي لاكسيليراسيون ايتيغال ا زيرو كتجيني من في كون كونستانت باش كنديرو لا لا ديريفي كتساوي لنا زيرو هادي ريفي ديال كونستانت يعني ينوضون ان زيرو نهار كتكون عندي تيتا دو بوان كونستانت كيما كلي كوبيلات كنلقى بان موفمون اونيفورمون فا فاي واش دونك هنا موفمون اونيفورمون فا فاي صافي سامر. دابا غندير معاك دي بارتي لانه انا اللي كيهمني الى رجعنا لابارتي الاخرى هنا سي فو فوي تري بيان هنا عندي واحد الجي ديلتا كيكون فيه عندي مشكل كيفاش كنخرجو هذا كيتعطى لكم ولا بعض يقول لك مثلا نجبدو هذا كيتعطى على حساب السيستم بعض الاحيان ما كيكونش معطي يعني بعض الاحيان كيكون خاصك تحفظو تكون عندك في البال ياك نديرو مثلا الجي ديلتا نديرو البرانسي المومون دينيرسي مثلا مومون دينيرسي مومون دينيرسي بارابور مثلا دو كيلكو سيستيم مومون دينيرسي دو كيلكو سيستيم قلنا بان لي سيستيم اللي كندرسهم بزاف هما لي سيستيم دونك لي سيستيم مثلا بحال ان ديسك بحال اون سفير بحال سي بون دونك مثلا نفترضوا بانه خدامين ديال الباب ولا مثلا هنا بحال مثلا داك ديال الباب مثلا مزافون ايسي واحد لانو باغيزومبل المثال ديال انانو انانو يعني بحال لاكس ديال الباب دابا لانو هو لاكس ديال الباب دونك هذا المثال ديال انانو هذا يسابي لانو لانو فيه جوج ديال البارسي فيه البارسي اللي كيكون عندي مثلا لاكس دو روتاسيون هنا اللي كيكون عندي الفوق ماشي لتحت نهار كيكون عندي لاكس دو روتاسيون الفوق جي ديلتا يعني البرانس المومون دينيرسي ديالو واش كيكون كيساوي ليا كيساوي ليا واحد على جوج في لاماس ديالو وهنا كتلاحظي بان هنا عندنا لانو عندنا واحد لانونغور ال كيولي واحد على جوج في ام في لانونغور ال او كا هادي في الحاله الاولى البرومي كا البرومي كا ديال لانو دوزيام كا ديال لانو هي ملي كيكون عندي لانو هو هذا سي سا لانو كونوزافون ولكن بلاص ما يكون عندي المومون دينيرسي الفوق يكون عندي المومون دينيرسي الوسط اوا تسمى داك لاكس فيكس كيكون عندي الوسط سي بون دونك هنا جي ديلتا كيكون دونك هنا كذلك يعني بان لانو كيمتاز باش واحد لا لونغور دونك جي ديلتا في الحاله كيساوي راه 1 على 12 ياك كيساوي 1 على 12 في لاماس في ال او كاري كالعاده هنا المشكل اللي عندي غير هنا في واحد على 12 ولا واحد على جوج حيت واحد على 12 كتكون عندي وقتاش ملي كيكون عندي المومون كيكون عندي لاكس فيكس في الوسط الوسط ديال لانو هادي ديال لانو دوزيام كا حيت بعض الحالات كيبغيو مثلا نخليو التلميذ في ان كات بيج هو داك البيج راه شافو في الدرس كيما عقلش عليه داكور حنا ما دارش لينا هادي ديال هاد واحد على 12 وواحد على جوج وفين كيكون كي قلنا ديك قلنا جي تي طار هذيك كتعطى ليكم دونك يعني بعض الاحيان ما كتعطاش يعني حاولوا ما يمكن تعقل عليهم بالنسبه للدوزيام يعني في الحاله ديال لانو لانو ديما الا كان عندك لاكس فيكس الفوق يعني راه عندك هنا واحد على جوج ايميل وكار عندك لاكس فيكس الوسط
يعني عندك واحد 12 كيلو كاري. هذه في الحالة ديال لانو، هذا الكا ديال لانو دوزيام كا. الحالة الأخرى هي لوكا ديال اون سفير، واش نظرون ايسي اون سفير، ها كتسمع اون سفير يعني صافي بأنه عندك بحال عندك ان ديسك تقريبا، اون سفير يعني بحال عندك ان ديسك، ها كتهضر على الكرة الأرضية وزافي ايسي اون سفير. أي سفير كيف ما كانت فوزافي ان غايون، عندها واحد الغايون ديالو لاكس فيكس نعتبروه هو هذا. دونك يعني هذا كامل ستناكس فيكس، يعني ديسك، ديسك راه كيكون كيدور على ديك لابارتي كامل، دونك هذا ستناكس فيكس ديال الضوء. الا بغيت نحسب انا المومون دينيرسي كنقول بان المومون دينيرسي كيساوي 2 على 5 في لاماس ديال الديسك، يعني هذا الديسك هذا اي ماس في الغيون ديال اوكار، واش نقدر انا في الغيون ديال اوكار. هذا في الحاله ديال اسفير صافي سي بون. في الحالة ديال النطخانو هو تقريبا بحالو بحال الاسفير، دونك هنايا كنلقاو داير بحال الاسفير غير هو ما كاينش عندي ديك اللعيبة الوسط، كنلقاو نيشان بانه عندنا واحد الطبقة، عندنا واحد الطبقة عامرة بحال مثلا الكرة ديال التنس، كنلقاو واحد الطبقة فيها عامرة بزاف. التنس اكثر مثال قريب من هاد لابارتي، يعني كنلقاو هنايا من لو بوان يعني من السونتر تاع هاد لوكا هذا كنلقاو لوغايون، لوغايون او دونك الا بغينا هنا جي ديلتا كنقول بان جي تا اي تيغال سي ام سي لا ماس يعني ديال لو ديسك فوا لوغايون او كار. والحاله الاخرى سيدة القوم هي سيلندر، ضروري خصنا نعقلها مزيان سيلندر. دونك هادي سيلندر يعني اسطوانه، اسطوانه دونك عندها قاعده، عندها قاعده سفليه وقاعده علويه، دونك هذه كتسمى سي لا باس، دونك هي سلا بارتي باس و هذه سلا بارتي اوت، يعني القاعده السفليه والقاعده العلويه. باش ندوز انا للقاعده العلويه السفليه اش كيكون عندي؟ كيكون عندي واحد لو اوتور ارش، يعني كيكون عندي هنا واحد ارش، يعني واحد لوتور باش ننتقل من القاعده السفليه للعلويه. وباش ننتقل عاوتاني خص في كل قاعده باش كتمتاز عباره على اون اون سفير، يعني كل قاعده فيها ان غايون اخ، دونك انا كذلك القاعده فيها ان غايون اخ غايون اخ. دونك هنايا الا بغيت نحسب المومون دينيرسي ديالو كيقول بانك تعطيني واحد على جوج هذه معروفه في ام فوا ار اوكار، يعني في لاماس ديال ديالها اوكار، دونك لاماس ديال السيستيم اوكار. هذا بالنسبه لان سيلندر خلاص. بالنسبه لان ديسك انا كتكون عندي ديسك عادي بحال الشكل، دونك هذا ستان ديسك بحال 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 السفير هذيك هاد القرصه هذه اللي درتي لهاد الحاله دابا وصل بحال بحال كيكون لو غايون او كاري ولا لا ماس او كاري كيفاش يوصل؟ ماشي لو ماشي لا ماس او كاري نظرو سي لو غايون، هذه حاله تقريبا بحال بحال هادي شتي غير هو عندي لا لونغور هنا ستانتيج ستانتيج، يعني عباره عن قضيب واحد بحال شديتي مثلا واحد لاباغ ماش بحال عندك باغ، دونك هذاك ديك لاباغ عندها واحد لا لونغور، ديك لا لونغور عرفناها كاري. هنايا بالنسبه ل سميتها لا بارتي ديال الاسطوانه اللي عندنا هنايا ديال السيلندر انا فقط نو زافون ان غايون، بوسكون نو زافون هنا ان غايون يعني نخدمو لو غايون ما نخدموش بلا لونغور ديالها سي بون. دونك اينو غيست هنايا تبقى عندي هنايا في لو ديسك تبقى عندي هنا نو زافون ايسي لو غايون اغ صماش، مثلا تبقى عندنا جي ديلتا سي المومون دينيرسي يكون تيغالا واحد على جوج سي بون ام فوا ار فوا ار اوكار صماش. دونك كتعرف بانه هنايا في الحاله ديال السيلندر عندها نفس الحاله بالنسبه لان ديسك صماش، وتقريبا تقريبا قريبه الان الانتيج، دونك انا قريب لهاد لاتيج هذا غير لواحد لاباغ، دونك تقريبا كوم نو زافون ايسي لاباغ. هادو خلاص سو سون دي زانو، يعني هادو عبارة عن ديس دي ديسك، كل ديسك باش مختلف راه كتلقاي بحال هكا، يعني راه فوزافي ان اون سفير يعني على شكل بيضاوي، عندي شكل ديالها بيضاوي، وهادي لا هادي زعما كنلقاوها بحال هكا، يعني تفكر الكرة ديال التنس، دونك الكرة ديال التنس يعني كتكون مليئة بواحد لاماس ديالها من الجهتين، وكيبقى عندك ان غايون في لانتيغيوغ، يعني هنا زافون ايسي سي لانتيغيوغ. وهنا خلاص غتبقى عندي سي ليكستيريور ديال ديال لاباسي، دونك نو زافون سي بيان لو برانسيب بيان داك المومون دينيرسي تيكالا ان فوا ار او كار.
سمر وي دونك هنيئا لك انت ساليتي الدرس ياك بقى لنا هو المزيد دونك دابا علاش تعرفنا اول حاجه نرجعوا بها للمول تعرفنا ليكواسيون اوغير ديال اول حاجه تعرفنا لي زابسيس كوفيني مع لي زابسيس اونغولير دونك نعقلو مزيان تري بيان مورا هادشي شفنا لي كوردوني كارتيزيان ديال اون فونكسيون دو اكس اي غريك اللي بارابور لواحد لو بوين ام يعني كنديروا ليتود ديال الموفمون ديالها من بعد شفنا لا غولاسيون كي غولي اونتر لابسيس كوفيني مع لابسيس اونغولير اللي هي اس فوا ار فوا تيتا اللي هي في الاخر دونك حنا مونطخينا اون كورب اون اوتر بارتي وشفنا كذلك بان لا فيتيس اونغولير بدل ما نسميو اوميغا سمينا تيتا بوان صافي شفنا بان العلاقه ديالها مع لا فيتيس لينيير سي في كتساوي ليا سي بون دونك في ايتيكالا تيتا بوان فوا ار اللي هي اوميغا فوا ر صافي وهنا عاوتاني شفنا لوتر بارتي هي لا بارتي ديال الاكسيليراسيون تي في ديال الاكسيليراسيون الاكسيليراسيون بدل ما نسميه ا فيكتور كنسميوه تيتا تيتا دو وعرفنا كيفاش ندير ليتود كنعرفو بان مثلا اي موفمون عندي كدير واحد الحركه اللي هي سيركولير بيان موفمون دو روتاسيون صافي دير بدل ما نستعمل روبير غاليليان كنستعمل روبير دو فريني روبير دو فريني الاكسيليراسيون ديالو كيكون بحال الشكل يعني ا تونجونسييل يعني كيدير واحد طونجونت انا سويفون واحد الفيكتور ديريكتو اي زائد ا دو ان يعني سيركسيليراسيون نورمال فوا فيكتور نورمال فيكتور نورمال فيكتور نورمال صافي دير الي بيربونديكولير ل واحد ديك لا طونجونت اللي عندي في هاد الحاله يعني ديال لا طونجونت سي بون تري بيان اوكي انايا عاوتاني كنا تعرفنا على الاكسيليراسيون صافي هنا لقينا التعريف ديالو الاكسيليراسيون كيساوي ار تيتا دو بوين بلس تيتا بوين كاري يعني غير باش يكون في بالك بانه اكثريه في التمارين ولا في لي دوفوار ولا في لي زيكزامان ناسيونو كيكون مطلوب منك لي زيكسبريسيون الحسابات ما كاينش الحسابات ما كاينش لي تيف دو موفمون دو روتاسيون انواع ديال موفمون دو روتاسيون قلنا انواع ديالهم كاين روتاسيون اونيفورم او روتاسيون اونيفورم اونيفورم يعني فيتيس كونستانت يعني كتكون ليكواسيون اوغير ديالها هي تيتا كتساوي اوميغا و تي بلس تيتا زيرو صمر كاديك شنو النوع تاعي موفمون دو روتاسيون اونيفورم فاري شفنا بان تيتا ليكواسيون اوغير ديالها هي واحد على جوج تيتا دو بوين تي او كاري زائد تيتا بوين زيرو زائد تيتا تيتا زيرو حنا الا بغينا نلقاو لوتر بارتي يعني اون فونكسيون دو لا فيتيس اونغولير صمر اش كنديرو كنخرجو تي كنخرجو ليكواسيون دو لا فيتيس هاي ليكواسيون دو لا فيتيس هي تيتا بوين كتساوي تيتا دو بوين تي زائد تيتا زيرو نخرجو تي ونجمعو ونبلاصي في هاد لاغولاسيون هادي ونبلاصينا في الاخر شنو لقينا لقينا لاغولاسيون كاركتيريستيك ديال المعادلة المميزة الحركة هادي ديما كتكون في التمارين كيفاش كيعطونا نفس السؤال ديال هادي باش نخرجوها كيقول لك تخوفي لاغولاسيون كاركتيريستيك ديال الموفمون فقط باش يقول لك تخوفي اش كدير انت كتقول ليه اون اون تقول ليه بويسكو الموفمون دو روتاسيون انت تعرفي الموفمون دو روتاسيون تلقى دائما اون فورم فاريا اكثريه حيت هو ما يمكنش الاستاذ ولا مثلا هما في الوطني يعطيك موفمون اونيفورم اونيفورم رشتي العام اللي فات يعني جامي غادي يعطيوها لك يعني ديما عقلي بان تكون موفمون دو روتاسيون اونيفورم فاري صمر غتقول لهم اون روتاسيون اونغير سيكري سو فورم كذا وكذا اي اون ليكواسيون دو موفمون اي تيتا بوين كتساوي شي اون اون بلاص دونك مثلا هنا اون ديفيني تي تقول لي بان تي كتساوي تيتا بوين كذا غادي تقول لهم اون بلاص هذه في هذه هو تحصلي على هاد لابارتي في الاخر نحصلوا على القيمه هادي جوج تيتا دو بوين عامل تيتا موان تيتا زيرو كتساوي تيتا دو بوين موان تيتا زيرو الكل او كار دونك هادي سي لا غولاسيون ما والو سي ما كنحسبها ما تي شي حاجه لا انا قلت لك غير ديسبريسيون انا الميكانيك راه ديسبريسيون الحساب ما كاينش هنا ناك ربي من الحساب الحساب ما كاينش هنا بتاتا مورا هادشي غندرسو لو برانسيب فوندامونتال برانسيب فوندامونتال ميكانيك يقول لك بان لو مومون دو فورس تي كالا جي دلتا فوا تيتا دو بوين جي دلتا سي لو مومون دينيرسي و تيتا دو بوين سي لاكسيليراسيون صافي المومون لي مومون دي فورس يعني كديري مجموع ديال لي فورس ابليكي السيستيم و كديري المجموع ديالهم تي كالا جي دلتا فوا تيتا دو بوين بحال كنقول مثلا لاسون دي فورس تي كالا لا ماس فوا لاكسيليراسيون تقريبا هي هادي داكوغ دونك هنايا الا كانت عندي باش نحلوا هذا البرينسيپ فوندامونتال الا كانت عندي تيتا دو بوين ايتيغال ا زيرو صافي تبان اكسيليراسيون تيغال ا زيرو يعني فيتيس كونستانت يعني موفمون اونيفورم تيتا دو بوين كونستانت يعني موفمون اونيفورم فاري
صافي وخلاص انا لي مومون دينيغسي تعقل عليهم.